كوكو لا فامي، صباح الخير عليكم. كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال بحال ديما، وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم صباح مختلف حيتاش عندنا واحد المناسبه هاد النهار، وجيت باش نشاركها معكم. تشارك معايا النهار ديالي كامل ان شاء الله. دابا يلاه فقط، وعندي بزاف ما يتقضى هاد النهار، نهار عامر عامر مشارجي. وحيتاش هنا النهار قصير فدغيا كيدوز الوقت، ما كتحسيش به حتى كتلقاي. انا فقت مع السبعة دابا التسعود، وكنحس براسي باقا ما درت حتى شي حاجه. مازال خاصني نختار اللبسه اللي غادي نلبس، خاصني ندير لادوش ديالي دغيا دغيا، وخاصني نقاد البشره ديالي قبل ما ندير الميك اب، باسكو انا اللي غادي ندير الميك اب. ان شاء الله غادي نشارك معكم اليوم التحضيرات ديال المناسبه اللي غادي نمشي ليها خطوه بخطوه. غادي تشوفوا معايا اللبسه اللي غادي نختار، تشوفوا معايا الميك اب اللي كندير، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم. الا عجبكم طلبوا مني في لي كومونتير باش ندير لكم شي توتوريال ديال الميك اب، وكذلك الشعر ديالي غادي تشوفوا معايا شنو غادي ندير له. اول حاجه دابا غادي نبدا بها هي غادي نوض ناخذ لادوش ديالي، وابخي غادي ندير المقشر. احسن مقشر للوجه اللي كنصح به كاع البنات هو سكر سنيده، سكر حبيبات. ما يكونش نصيحه نصيحه نصيحه، ما يكونش هكا قاصح، كطحنوه واحد شويه باش كيتحيد منه هذاك الخشونه ديالو، كيولي شويه رطب على الوجه. كيكون ما بين سكر كلاصي، ما بين سكر بودره، وما بين سكر حبيبات. المهم كيكون خفيف على البشره، كديروش هكاك سكر سنيده ديريكت على الوجه وكتبداو تماسيو، نو. هذا كيجرح لكم الوجه، كيخلي فيه دي بيتي تراس كيبانوش. ومنين كيجي الصيف والحراره، وبالنسبه للناس اللي ما كيديروش واحد الكريم ديال واقي الشمس بواحد الدرجه عاليه، اولا اللي ما كيديروهش بشكل يومي، فكيبقاو هذوك لي تراس مع الشمس كيبقاو يبانو. دونك باش ما تخسروش البشره ديالكم، علاش لا طحنوه، ولا اللي ما كاينش عنده الطحان اللي ما متوفرش يدقوا في المهراز باش كيرطب واحد شويه. والمكون الثاني هو العسل. وباش ما يجيش الفيديو طويل، غادي نحاول ناخذ لكم مقتطفات من هادشي كامل اللي قلت لكم دابا، من الروتين ديالي، من الميك اب، من الشعر، من اللباس، من الحفل ان شاء الله. الا كنتو بغيتو ندير لكم توتوريال ديال الميك اب، غادي ندير لكم حتى ان شاء الله كيفاش كنوجد البشره ديالي قبل الميك اب، والخطوات اللي كندير، ولو ماسك اللي كندير، والمقشر كذلك اللي كندير. وعندي واحد الخلطه ديال واحد لو ماسك غزال بزاف ومفيد للبشره، وكيوحد اللون ديال البشره. المهم ما نحرق لكمش المراحل، خليكم حتى لا فيديو المقبل. دابا باش ما نضيعوش الوقت نمشيو دغيا باش نبداو التحضيرات. البنات اللبسه الاولى هي هادي. المهم هذا قفطان ديال المبرا، هانتوما الخياطه ديالو كي دايره. واللي مميز هذا القفطان هو انني دايره السفيفه، دايرها في الجناب بحال هكا من هذه الجهه في الوسط، وكذلك من هذه الجهه، ومن اللور جاي داير بحال هكا سامبل، في غير هذه في الكول خلاص طويل. الصراحه اي لايك ات. المهم خاصني دابا ندير له غير مصلوحي اللي كنت غادي نلبسو. ندوزو دوزيام، هذا اللوك الثاني. صراحه هذا كلاس زوين، كنفكر انني نلبسو ولكن كاين البرد. المهم على حسب، هانتوما شوفوا، وجاي طويل بزاف، شفتوا هذا اللوراني ديالو، هانتوما شفتوا كيفاش طويل. صراحه هذا كنفكر انني هو اللي نلبسو، المهم تتشوفوا في الاخير. باقي عندي واحد التكشيطه بالحق، هذيك ما باغاش نلبسها باسكو هذه واحد المناسبه ماشي ديال التكشيطه. وعندي القفطان اللي غادي نوريه لكم في واحد التصويره، غادي نخليها لكم هنايا. كنظن غادي يطيح الاختيار ديالي على واحد من هاد جوج اللي وريتكم، وان شاء الله المهم ان شاء الله نشوف الاراء ديالكم في لي كومونتير. شنو القفطان اللي كنتو باغيين نلبس، حيت اكيد منين غادي نحط هاد لا فيديو غادي تكون الاحتفال داز. البنات هذا هو المقشر اللي كنستعمل، هذه زوينه للوجه وكتخليه رطب كما كتلاحظوا. هذا هو المقشر، المهم انا دابا راني استعملته لوجهي، هو زوين بزاف، ومن بعد كتحسي بواحد الرطوبه وواحد النعومه ما نقولكش. باش منين كتمشي كديري الميك اب ديالك وكتحطي الفوندو طان، كتكون البشره ديالك نقيه،
وما تنساوش خلاص تدوزوا على الشفايف ديالكم حتى هما باش منين ديروا العكار ديالكم، خصوصي الا كان مات كيبان التغطيه زوينه. بعد ما كنساليو التقشير كنغسلو الوجه ديالنا بالماء بارد، ضروري يكون بارد مزيان، وكنشفوه بشي فوطة لينا هي رطبة. ضروري من بعد التقشير، من بعد اي ماسك، من بعد اي حاجة نديرو كريم مرطب باش البشرة ديالنا ما كتمشكش ما كتقشر. المهم انا كنستعمل واحد الكريم ويلا بديت كنجربو. كنت في الاول كنستعمل الكريم ديال كارنيي ولقيت عليه الراحة بزاف، ودابا قلت نجرب واحد اخر دابا كنستعملو. صراحه ما قنعنيش في الترطيب ديالو، ولكن قلت الحمد لله قلت خليوني حتى نتاكد من الكريم. يلا عاد ديتو، يعني ماشي ضروري كيعطي المفعول ديالو في الاول، وديك الساعه الا عجبني نشاركو معكم ان شاء الله. حاليا غادي نمشي باش نشف شعري وغادي نخرج، غادي نمشي عند العائله حيت ما غاديش نلبس ونقاد راسي هنا في الدار. غادي نمشيو للقاعه حنا الوالا، غادي نعاونوها واحد شويه، وديك الساعه نخليكم معايا مع المقتطفات، مع اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. رجعت لكم دابا، سمحوا لي بزاف ما لقيتش كيفاش ندير نصور لكم توتوريال ديال ميك اب اللي درت. صراحه كنت عوالة انني نصور لكم الخطوات وداكشي كامل اللي درت في الميك اب ديالي. المهم دابا مبين I'm not afraid to die.
هنا رجعت معكم في لافان ديال لا فيديو. كنتمنى ان شاء الله هادشي اللي صورته لكم ينال الاعجاب ديالكم، واخا انا عارفه راسي قصرت معكم وما صورتش بزاف ديال الحوايج، اكيد احتراما للناس اللي معايا في العقيقه ما يمكنش نصور الناس، انا براسي ما نبغيش اللي يصورني. دونك كانوا بزاف ديال الحوايج اللي زوينين، مثلا وليدات صغار تتبغي تصوريهم بحال هكا، بنت لوستي كذلك، واحد الاموره كنت بغيت ندخلها معايا في لا فيديو، ولكن المشكله ممنوع اليوتيوب منعا كليا انك تدخلي معاك الاولاد الصغار. وكذلك منين وصلت كنا مشغولين بزاف، انا بصفتي كنعرف ندير الميك اب، كنعرف ندير الشعر، فبزاف ديال صحابات لوستي صاوبت ليهم الميك اب، وبطبيعه الحال بالفرحات عليا، لذلك ما كانش عندي الوقت باش انا نحضر راسي مزيان ونوري لكم التحضيرات ديالي كما وعدتكم في الاول. ان شاء الله غادي نعوض لكم هادشي كامل في فيديوهات قادمه. صراحه فرحنا بزاف ونشطنا مزيان مع الحباب والعائله، وفرحنا بالبنوته، ان شاء الله ربي يجعلها من الذريه الصالحه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا معايا واحد الوقت زوين، ما تنساونيش بالدعم ديالكم، ضغطوا على لايك الا عجبكم لا فيديو، واشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركش، وضغطوا على الزر ديال الجرس باش اي جديد حطيته ان شاء الله يوصلكم، وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. هنا غادي نكون ساليت معكم لا فيديو، تهلاو فراسكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله.